نشوفوا صور السفير الأمريكي كيفاش تفاعل مع الحدث، لأنه شفناه جا وعاش الأجواء ديال هذا الحدث، ديال هاد لي زاتيلي، وشارك فيهم وشفنا كيفاش كيحيي ليس فقط النجوم بل وليدات صغار، كيفاش داعب بالكرة، كيفاش جلس على الكرسي أيضا. فأكيد أنه حسينا ليس فقط باللمسة الدبلوماسية، كان فيه أيضا إنسانية، كان فيه أكيد بزاف ديال القيم الإنسانية اللي شفناها، والحضور كله تفاعل مع هذه الحركات ديالو. فتحية أخرى للسفير الأمريكي بالرباط دوايت بوش. تعليقك على هذه الصور فاطمة زهرة؟ إذا احنا محظوظين لأنه في السفر الأمريكي. أكيد أنت بحكم امتزاجك بحكم القرب ديالك من دوايت بوش أنك تشتغلي معه. يعني سي سفير ماشي شي شخص فقط اللي يعني هاد ليفينمون باغمي لي زيفينمون اللي فريمون يعني كنساندهم بشكل كبير، لدرجه انه خدمنا يعني كان انسيست علينا انه خصنا ضروري نجيبوا دي شيز تاع سبور في الوقت تاع البرنامج، وخدمنا كاملين يعني السفره كلها بكافه تاع لي سيكسيون تاع سيرفيس داشا، ولا خدمنا باش نجيبوا لي شيز في الوقت، لانه كان مامن بالقضيه ديال هذا البرنامج، ومامن بهذا المشروع، ومامن بالضروره ديال اننا نفكروا دائما في الفئه، ماشي فقط في الرياضات، مي في التعليم، في الولوجيات، في نعم. في مجالات متعدده. مهم اسماء لي دون كانوا كراسي متحركه تعطاو لهاد الوليدات؟ نعم كانوا كراسي متحركه تعطاو للجمعيات ديالنا، لانه تنذكر بانه عندنا اطفال تيمارسوا كره السله على كراسي متحركه، دونك يستافدوا منهم. انتم كاكاديميه انطلقات في 22 ابريل 2015، شحال عندكم من طفل كيمارس؟ عندنا 20 طفل تيمارس هاد الرياضه، دونك والان الهدف هو يكون عندنا واحد سي المويان طبعا يعني 20 طفل لا باس بها. بوان ديبي بوان ديبي سي تري بيان، ولكن الهدف ديالنا يكون عندنا واحد 50 طفل في هذه السنه 2016، والان مع الكراسي المتحركه يكون عندنا زعما بلوس دو بوسيبيتي باش يمكن لهم يلعبوا الويلتشير باسكتبول بواحد ارتياح وواحد اونفادير واحد لا موتيفاسيون. تري بيان، وانتم الى سولناكم على فالاكيد ان الناس اللي كيتابعونا وعندهم اشخاص من هذا النوع، يعني عندهم وليدات عندهم حاجه خاصه وبغاو يمارسوا الرياضه، اكيد انهم كيتسائلوا ربما هذا الشيء غيكون مكلف، غادي يكون يعني كيفوق التوقعات والامكانيات. واكيد هنا انا نبغيك تشرح لنا، حتى لان الا كنا كنهضروا على البادره الانسانيه فاحنا ما كنهضروش على الربح، وما كنهضروش على كنهضروا اكيد على على على, على قيم اخرى. نعم الاطفال كاملين اللي عندنا تيلعبوا كره السله بالمجان، دوك على طول العام. نعم. والاطفال كاملين اللي يشاركوا في هذا الحدث اليوت هاندي باسكيت تور هما تيشاركوا بالمجان، دوك حنايا بالعكس بغينا نجيبوا بزاف الاطفال، لانه الهدف ديالنا هو بغينا ننشروا ثقافه الهاندي باسكيت، دونك تنقولها في ليميسيون اون ديريكت، اي طفل اللي باغي واي عائله اللي عندها اطفال على كراسي متحركه حنايا تنفتتحوا تنحلوا لهم الابواب ديالنا باش يجيو بالمجان يديروا يكملوا معنا لو بروغرام ديالنا ديال لو باسكيت لو ليدرشيب الانجلي، وحنايا نكونوا فرحانين بزاف باش نستقطبوا بزاف الاطفال، لانه الهدف ديالنا بغينا ننشروا هذه الثقافه، لانه تيبو عندها الى لا سيرتيتود انه لو باسكيت il apporte vraiment une contribution positive que ce soit sur le plan personnel que ce soit sur le plan physique ديال لي جين. نعم الفئه العمريه ديال هاد اللي كتستقبلوا ديال هاد الوليدات؟ عندنا الاطفال من السنين حتى 18 عام، دونك تيجيونا من عده مدارس، من عده مراكز ايضا. نعم. واللي غيكون زعما الجديد في هذا العام هذا، لانه هذا البرنامج كان مشجع، جانونس اون ديريكت في ليميسيون بان ندير واحد لو كادو للاستاذه ناديه اللي هي مديره مركز تاهيلي للاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصه في الحي المحمدي، غنحلوا واحد شفناها قبل قليل في التصريح. فوالا غنحلوا مدرسه تابعه للمركز، ياك وتكلف بها الجمعيه ديالنا ديال تيبو، ياك ويجوا المدربين ديالنا باش يمكن لهم ياثروا الاطفال، لانهم عندهم واحد 60 طفل، 60 طفل على كراسي متحركه، وغنديروا استاذ يفون فير لو ميم بروغرام سيفون لي ميم ستاندار دو تيبو في المركز ديالهم. جميل جدا ومشجع جدا، فالدعوه مفتوحه اكيد للاطفال
اللي عندهم هذه الفئه العمريه انهم يلتحقوا مركز سيبي ويمارسوا الرياضه اللي كيبغيوها ويكونوا نجوم بحال النجوم اللي استقبلنا اليوم من امريكا لما لا. فاكيد ان مشوار الالف ميل كيبدا بخطوه واحده. سي علي، الاكاديميه الامريكيه دارت اون كونفونسيون مع تيبو وكنا شرنا لها في بدايه الحلقه، ولا تسمت اننا نخليوها باش نشوفوا الصور. فالتفاصيل الاتفاقيه وكيفاش فكرتوا ديروا اتفاقيه في هذا الوقت هذا؟ احنا بالنسبه للبرنامج اللي عندنا في الاكاديميه الامريكان، عندنا انفتاح على الفضاء المحيط ديالنا. نعم. ويعني الكوميتي سوسيال، عندنا كوميتي سوسيال لي يعني مساهم فواحد باش نطوروا واحد لاسبي اللي داخل في نطاق التنميه البشريه. جو بونس لي فولي ديال لا كونفونسيون قلنا هضرنا عليهم سي امين، وعندنا واحد لو فولي ديال اون فوفخيغ دي بورس غادي نختاروا من يعني من شريحه من الاطفال ديال مدينه الدار البيضاء اللي ما عندهمش امكانيات ماديه باش يعني الولوج للاكاديميه، ولكن اترافيغ اون بورس و اترافيغ ان كاي تشارج اللي غادي نخدموا فيه مع تيبو يوغ لا بوسيبيليتي لهاد بعض واحد التلاميذ. نعم. باش يستافدوا من هذه المنحه باش يدخلوا ويعني يولجوا للاكاديميه الامريكيه، وجميع يعني المصاريف ديالهم غادي تكون واخدينها يعني الامريكيه، الاكاديميه الامريكيه اللي غادي تكلف بهم. ويغا يافار اون كونفونسيون دونس يا اون كونفونسيون اي بارابور لا سيليكسيون ديال التلاميذ غادي نخدموا ايتواتمون انصومبل مع تيبو بور في السيليكسيون بروسيس. بديله اخرى ترفع لها القبعه، وكنتمنى يكون عندنا بزاف ديال لي زاكاديمي وبزاف ديال تيبو في المغرب باش نقدروا نحملوا هاد القيم الجميله، قيم الرياضه، قيم التربيه، قيم المواطنه، بزاف ديال الاشياء جميله. هاد الحلقه اللي تري بوزيتيف باسكو كنحس بها بزاف ديال الطاقه الايجابيه في البلاطو. ف شيء كيشرف اكيد. فانتوما كتبقاو يعني كتشرفوا الاكاديميه الامريكيه، لكن انتوما كتحملوا معكم جميع قيم القيم المغربيه، لان انتوما مغاربه في الاخير. ف هذه ما يمكن لها الا تشرف كل مغربي اليوم كيسمع هاد الكلام، كيسمع ان الاكاديميه الامريكان دو كازابلانكا غتعطي اون بورس بوغ دي جون اللي ما عندهمش امكانيات يقراو فيها باش يقراو في الاكاديميه الامريكيه. اكيد اون كونفونسيون غتكون معكم وانتم من بعد تخدموا على سيليكسيون، مي التفكير فقط في هذا الشيء. غادي مشات فاطمه زهره تعقب قبل انا حسيت بها عندها ما يتقال في هذا لو سونس. ونرجعوا عندك امين. اذا بالفعل هادشي كيفرح، وانا بارمي لي شوز اللي كيعجبوني في تيمو انهم كيفكروا في كاع يعني الشرائح، سواء الناس اللي عندهم امكانيات باش يمارسوا يعني كره السله وانهم يخلصوا، والناس اللي ما بحالهمش اللي محتاجين فرص بحال هكا، يعني سواء في الاكاديميه تاع تيمو في الباسكت عادي او لا في الهوندي باسكت. باسكت يعني كاين واحد يعني كافه شرائح يعني ممثله. وانا كنحيي ايضا الامريكان اكاديمي على هذه المبادره، لانه يعني كاين بزاف تاع لي طالون، كاين بزاف تاع الشباب اللي عندهم واحد البوتونسييل وخاصهم غير الامكانيات اللي يعاونوهم. وانا متاكده انه هاد الاشخاص غادي يوليو في المستقبل اشخاص اللي هما يعني فاعلين في المجتمع، وغادي اكيد يكونوا داخلين ماشي فقط في اطار يعني لـ 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 الاهداف ديال تيبو، فايضا في الاهداف ديال الاكاديميه، ليس فقط انها اكاديميه امريكيه بل اكاديميه، واسم اكاديميه كنرجع وكنقول فهو تعليم، وليس فقط رياضه فهو تعليم وتربيه. فاكيد انها الهدف واخلاق ان التربيه، اكيد اننا غنبغيو نوصلوا غدا الواحد وثلاثة وأربعة وعشرة النجومية، ونوصلوا لما قدرناش نوصلوا طبيب وما قدرناش نوصلوا محامي، فاحنا على الأقل غنوصلوا رياضي اللي يقدر يمثلنا أحسن بكثير ربما من الطبيب والمحامية كأمين. نعم. لعقلتي سهام، كنا في واحد البرنامج 26 كرونو كنا دوينا على تيبو، كان بدا كحلم، وكنا دوزنا لي زانفون ديالنا ديال الأكاديمي اللي كانوا يمشيو واحد لو تورنوا ان فرانس، واحد لو تورنوا او بي با، وكنا طرحنا اسئله على الاباء، قلنا لهم واش ولادكم بغيتهم يكملوا الباسكيت زعما دون مانيير كونتينيو اكسيتيرا. اليوم هذا لو بارتنريا مع امريكان اكاديمي كازابلانكا اللي هو ولا حقيقه، يعطينا الفرصه بانه
ناخذوا اطفال شباب اللي تيلعبوا كره السله يكونوا تيلعبوا في تيبي ولا دوت 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 زعما دوت دوت كلوب اللي يمكن ليهم يديروا يديروا كره السله عن طريق في واحد الطريقه اون ما دير دو مانيير كونتينيو بريسك شاك جور وايضا يكونوا في المدرسه سادير ان سيستيم سبور اتيود اللي يبدا من الصغر ديالهم وعلاش لا مي ياخذوا الباك ديالهم في المغرب نكملوا معاهم في الانترناسيونال يمشيو ياخذوا دي بورس في لي ايتازوني دونك اليوم حتى حاجه ما صعيبه كما اون دي ناتينغ از امبوسيبل دونك فريمون خص الخدمه وخص واحد الاستراتيجيه على المدى المتوسط القريب المتوسط والبعيد وخص ايضا شركاء اللي تيامنوا بهذه القيم باش نحاولوا الا ما كانوش دي باسكيتور دو نيفو يكونوا واحد القويه اللي يكونوا نموذج للشباب المغربي شخصيه قويه يكونوا نعم لاننا الباسكيت يعني كرياضه ماشي هو فقط نكونوا به النجم فانا قلت النجم يقدر يكون الا كوننا غير شخص متعلم ومتربي فاحنا كوننا بطل وكوننا نعم الاب ديال الغد والاستاذ ديال الغد والمعلم ديال الغد هو الوقت كيمر بسرعه انا قبيله قالوا لي 40 دقيقه والبرنامج 52 دقيقه فالوقت كيمر بسرعه انا نمشي عندك امين ياك وغتعطيني البرامج ديال تيبو مع السفاره ومع الاكاديميه في هذا الموسم باش ندوزو لكلمات الختام تفضل كما قلتي ما كرهتيش يكون تيبو في المغرب كامل اليوم حنا تنخدموا على هذا النطاق لانه علاش حتى تاكدنا بانه تيبو تتحاول تبدل وتتعطي للشباب الفرصه باش انهم يتكلموا فاش انهم يلعبوا فاش انهم ايضا يثقوا في راسهم تتعطيهم لي فالور القيم النبيله ديال كره السله ومؤخرا خلقنا اول مركز ديال تيبو باسكتبول اكاديمي في عين سبع في حي ديال عين سبع دونك مئات الاطفال تيجيو من لو كارتي ديال عين سبع تيدربوا جوج ثلاثه المرات في الاسبوع بالمجان والان في 10 فبراير غنفتتحوا المركز الثاني في سيدي مومن دونك مئات الاطفال حتى هما غادي يجيو تيدربوا بالمجان جوج ثلاثه المرات ديال الاسبوع ويفون سويفغ لي ستاندار دو تيبو باسكتبول اكاديمي ويكونوا ايضا مراكز ايضا في عين الشوق غيكونوا ايضا مراكز في درب غلف اي الهدف والاستراتيجيه ديالنا باش يكون 1800 مركز على لوريزون 2025 علاش اختاريتوا هاد الاحياء يعني اللي ملي كتقول لي سيدي مومن درب غلف عين السبع فهما احياء اللي قراب من واحد من الطبقه الى قلت المتوسطه او الطبقه الشعبيه علاش اختاريتوا هاد الاحياء بالضبط وما اختاريتوش احياء اخرى حنايا كما تعرف عندنا ديجا الاكاديمية ديالنا اللي تيجيو لها اطفال من جميع الفئات العمرية جميع الشرائح الاجتماعية دونك كاينين اطفال ما يمكنش لهم يجيو حتى لعندنا لانه اطفال صغار بحكم من بعد بحكم الامكانيات ايضا بحكم الامكانيات ايضا دونك حنايا الهدف ديالنا بغينا لو باسكتبول يكون اكسيسيبل بوغ تو الموند لانه من غير لو فولي موتور qui est le volet cognitif, qui est le volet socio-affectif, qui est le modèle de Tibu, c'est un projet pour le Maroc, Tibu for Morocco. Et on a un projet pour le لا ما كانش عندنا فريمون دي باسكيتور دو نيفو حنا متاكدين بانه غيكونوا دي ليدر اللي تهما يخلقوا دي بروجي اللي غيساهموا للتقدم ديال المغرب كسوا على المستوى الاقتصادي كسوا على المستوى الشعبي غيكونوا امين زريات وغيشدوا لا غوليف ان شاء الله ان شاء الله وغادي بيان سيغ هاد البرامج اكيد غتكون كانت بدات وانطلقت بشراكه مع السفاره الامريكيه ومن ماشي فقط والدات اليوم هاد الشراكه فعشنا مجموعه من البرامج هذه واحد ثلاثه سنوات تقريبا ياك نعم. ثلاثه سنوات بالضبط كان برامج مع دي نجوم من ان بي دبليو ان بي اي اول نعم. مره في المغرب فوالا اول مره في المغرب استقطبنا نجوم من ان بي دبليو ان بي اي اللي حاولنا نديروا النشر ديال ثقافه باسكت 3 3 اللي ولا رياضه اولمبيه ولا اولمبيه اليوم نعم يكون في لي جوز اولمبيك في البرازيل
كان ايضا واحد لي كارافان دو باسكيت قافلات مدرسيه في جميع المدن المغرب. نعم. المدن الكبيره كفاس طنجه اكادير، المدن الصغيره كميدلت بوعرفه صخور حمله. الان اون بريبار لا 5 ايديسيون اللي هي تبر من 7 حتى 27 مارس، ويشاركوا فيها 20000 شاب عندهم من 12 حتى 18 عام. كاين ايضا دوري ديال تيبي اللي يكون في امريكان اكاديمي كازابلانكا بين 10 حتى 16 ابريل، ونستقطبوا فرق من عده بلدان وايضا فرق مغربيه. وكاين ايضا عده مشاريع اللي خدامين عليهم، والهدف هو تنميه كره السله في المغرب، وايضا نعطيو للشباب فرصه باش يخدموا اون جروب باش يديفلوبيو لي زعما لي كومبيتونس ديالهم اتخيغ لو باسكيت. انا كنت سعيده باستقبالكم وبالحديث، لانه يعني واحد الموضوع اللي كيمشي مباشره للقلب، لان كنتحدثوا بقلبنا، انتم لوطننا، لمستقبلنا، لمستقبل رياضتنا ومستقبل وليداتنا في التربيه وفي الرياضه وفي التعليم. نعم. الوقت مر بسرعه، ما كرهتش نزيدوا واحد ساعه اخرى. فاطمه زهره، كلمه تلخصي لنا فيها عملكم مع تيبو ونظره مستقبليه اللي في داك الشيء اللي كيتسناكم يعني المواسم المقبله. اذا كما قلت في الاول، احنا في القسم الثقافي ولا في السفاره فخورين جدا بالشراكه ديالنا مع جمعيه تيبو، اللي هي شراكه استراتيجيه. نعم. بالنسبه لنا، لاننا كنتشاركوا نفس الاهداف، وعندنا نفس لا فيزيون، نفس النظره للمستقبل. يعني بالفعل هذه الشراكه ما غاديش تنتهي، غتبقى يعني الاطول المده ممكنه. بدينا دابا في لوندي سبور، لوندي باسكت، دونك غادي نحاولوا مازال نزيدوا نطوروا في هاد المجال ان شاء الله. كنفكروا من دابا في تكوينات اخرى للمدربين، حيت خاصنا جينيراسيون جديده، خاصنا نزيدوا نعمموا هاد الرياضه في اماكن اخرى. يعني كنستهدفوا فئه الصغرى، لانه هما لا جينيراسيون اللي غادي تطلع. دونك بغينا، خصنا دي كوتش اللي غادي. نعم. يستقطبوا لنا هاد الشباب. يعني غادي ان شاء الله غادي نخدموا مجموعين باش نزيدوا نديروا دوطخ فورماسيون بور لي كوتش. ديجا هضرنا باسكيت بول فيمينا ايغالمون، هضرنا كنهضروا عليه. دونك اش نديروا هاد البروغرام تنسالش نقولوا وات نيكست ديما. دونك كنحاولوا دائما نفكروا في المستقبل، نفكروا شنو شي حاجه اللي نقدروا، سواء حنا في لو غوفرنمون امريكان الاكسبرتيز اللي قدر يجيبها هنا للمغرب. وفي الافكار تاع تيبو دائما تبارك الله، راه عندهم افكار رائعه. كل مره امين تيقول لي عندي الفكره، خصنا نديرو هادي، خصنا نديرو هادي. دونك ان شاء الله هادي غير بدايه فقط، وكنشوف واحد المستقبل زاهر ان شاء الله. فاطمه زهراء ابو كير، مسؤوله عن برامج الشباب والرياضه بالسفاره الامريكيه بالرباط، شكرا لك على حضورك ولتلبيتك دعوه البرنامج، دائما سعداء باستقبالك. سي علي، يعني كلمه نتحدثوا فيها على هذه الكونفونسيون ولا هذه الشراكه ولا هذا البرنامج قبل ما نختموا. احنا هذه مفخرين للوطن ديالنا، هذه بشهاده السفير الامريكي ولا القنصل العام ولا لي ستار اللي جاوا. نعم. الحمد لله لقى واحد الفضاء اللي ملائم، واحد الفضاء اللي فيه جميع يعني الاحتياجات اللي يعني اللي خاصها لهم باش يكون سهوله الولوج وسهوله. نعم. هذا الحمد لله تيبو خدمنا معهم، واخا الشراكه حنا واخا اوني نوفو بارابور البارتناريا معهم، الحمد لله ان شاء الله عندنا يعني برامج مستقبليه. كاين بوادر مستقبل ان شاء الله اللي غادي نزيدوا فيها القدام، وحنا دابا يد وحده ان شاء الله باش نزيدوا القدام وننميوا ان شاء الله يعني المجتمع ديالنا، ونفتحوا انفتاح اكبر على الفضاء ديالنا. لريختك السي علي، فشكرا لك لتلبيتك دعوة البرنامج. سي علي غربي، نائب رئيس التنفيذي للأكاديمية الأمريكية بالدار البيضاء، شكرا لك. شكرا على حضورك. شكرا. أمين زريات، رئيس جمعية تيبو لكرة السلة، شكرا لك على حضورك ولتلبيت دعوة البرنامج. شكرا. فمزيد من التألق والعطاء لهذه المجموعة، في انتظار دائما برامج جديدة من عندكم. شكرا لك امين. شكرا سيام، وتنشكر كاع الناس اللي تعاونوا في هذا البروجي، وان شاء الله يوغا دوت بروجي كي فون امباكتي لا جونيس ماروكين. شكرا لكم، الشكر موصول لكم ايضا مشاهدينا، كنا دائما سعداء باستقبالكم.